يا مساء الفل عليكم جميعا. أهلين أستاذ علي. مساء الفل أستاذ إسلام. يا مساء الفل. طيب نبتدي على طول ولا نستنى دقيقة ناخد بالتصويت كده؟ يعني لو تحبوا نبتدي على طول أنا جاهز. مساء الورد يا أستاذ محمد. طيب خلينا نبتدي كده بمقدمة بسيطة عن الموضوع لحد ما يكون العدد يعني بقى أكتر من كده. طيب احنا موضوعنا زي ما انتم شايفين في العنوان كده، رحلة التكاثر الجنسي. الموضوع ده يعني أنا كنت اتسألت فيه كتير جدا جدا. الصوت واضح يا جماعة ولا في مشكلة في الصوت؟ الصوت كويس؟ حد بس يطمني على الصوت؟ طيب تمام. حاول بس تشوف يا أستاذ محمد ممكن يبقى في عندك مشكلة في الصوت. طيب احنا الموضوع بتاع النهارده ده فيه اكتر من سؤال كان جه عليه قبل كده خاص بالتكاثر الجنسي وليه ظهر وازاي اتطور وكان ليه اصلا يبقى موجود. يعني طالما في مثلا تكاثر لا جنسي فايه الداعي ان يبقى فيه تكاثر جنسي اصلا، وخصوصا بقى لما عرفنا انه بيحتاج طاقة وبيحتاج وقت وبيحتاج بعض وفي بعض المشاكل اللي بتحصل فيه. فكان ايه الدافع؟ يعني كان يعني احنا عارفين ان التطور المفروض البقاء للاصلح، فكان ايه الاصلح في ان يبقى فيه تكاثر جنسي في الوقت اللي كان فيه تكاثر لا جنسي واستمر مليارات السنين وما كانش فيه مشاكل؟ خلينا بقى نوضح الموضوع ده ونعرف بالظبط الموضوع كانت رحلته عاملة ازاي. طبعا اكيد مش هنقدر في لايف نجمل الموضوع بالكامل، لكن على الاقل هندي صورة عامة الانسان يقدر يستوعب من خلالها ليه ظهر التكاثر الجنسي وليه استمر وليه بقى ليه السيادة في عدد كبير جدا من الكائنات الحية دون عن غيرها. خلينا نبتدي مع بداية الحياة خالص. الحياة بدأت من 4 مليار سنة. لما بدأت الحياة قبل 4 مليار سنة كانت في صورة التكاثر نفسه، كان في صورة تكاثر لا جنسي. يعني ايه تكاثر لا جنسي للناس اللي مش متخصصة؟ تكاثر لا جنسي معناه ان خلية واحدة، الخلية دي يبقى مثلا عندها مجموعة من الجينات تضاعف العدد ده. يعني مثلا لو هي عندها 10 جينات على سبيل المثال، بتروح مضاعفة العدد ده تتخليه 20. بعد كده هي نفسها كخلية تنقسم لخليتين جداد، كل واحدة منهم تاخد 10 من الجينات دي، فتبقى الخلايا الجديدة طبق الأصل الخلية الأم، هي بالظبط. فبيسموها identical offspring، يعني خلايا جديدة طبق الأصل الخلية الأم، مفيش أي فرق، نفس الجينات نفس الترتيب نفس كل شيء. ده نوع من التكاثر اللاجنسي، ده الشكل العام للتكاثر اللاجنسي. في منه انواع كتير، في نوع مثلا اسمه الباينري فيجن، ان الخليه البكتيريه تتقسم لاتنين زي ما انا قلت كده، يبتدوا يبقوا يعني تبقى خليه واحده، بعد كده تبتدي تبقى بالشكل ده كده، بعد كده ينفصلوا خالص كل واحده منهم تبقى لوحدها، بس كل واحده منهم بتبقى طبق الاصل الخليه الاولى اللي هم بداوا منها. طيب في نوع تاني مثلا اسمه فراجمنتيشن، ان الكائن يبقى يظهر جزء منه كده يتقطع، وبعد كده الجزء اللي اتقطع ده يكون كائن جديد طبق الاصل الكائن اللي هو كان جزء منه قبل كده. في مثلا حاجه اسمها البادنج، ان الكائن يظهر منه امتداد كده بسيط، بعد كده الامتداد البسيط ده يقع منه ويزرع نفسه في الارض، وتلاقيه مره واحده
حصل فيه نمو وبقى طبق الاصل للكائن اللي هو كان جزء منه قبل كده. فكل انواع وانماط التكاثر اللاجنسي تجتمع كلها في ان الجيل الجديد بيكون طبق الاصل الجيل القديم، هو هو بالظبط، ولا في حاجه زادت ولا حاجه نقصت. طيب النوع ده من التكاثر اللاجنسي استمر قد ايه؟ من بدايه الحياه استمر 2 مليار سنه، مفيش اي منافس ليه خالص. يعني في كل انواع البكتيريا، في كل سلالات البكتيريا، في كل سلالات البروتست او البدائيات، في انواع كتير جدا من الفطريات، في انواع كتير جدا من النباتات البدائيه، في انواع حتى من الحيوانات البدائيه، كل انماط التكاثر اللاجنسي دي كنا بنشوفها. طيب وموجوده لحد النهارده طبعا، ما اختفتش. طيب ليه التكاثر اللاجنسي كان هو النوع الوحيد اللي موجود؟ اولا بسيط، يعني كل انواعه دي بسيطه جدا. كل العمليه ان الخليه الام بتعمل حاجه اسمها دي ان اي ريبليكيشن، تضاعف الجينات بتاعتها، فبدل ما يبقى عندها نسخه واحده يبقى عندها نسختين، بعد كده تطلع خليتين جداد كل واحده منهم تاخد نسخه، فتبقى طبق الاصل الخليه اللي قبلها بالظبط، الخليه الام الاولى. فتلاقي جيل من جيل من جيل من جيل كلهم زي بعض، مفيش اختلاف، نفس الجينات، نفس الشكل، نفس التركيب، كل حاجة زي بعض. طيب كل أنواع التكاثر اللاجنسي كانت كده نفس الطريقة، تختلف الميكانيزم لكن الإطار العام واحد، إن خلية أم تضاعف الجينات، بعد كده تنقسم الجينات دي لخليتين جداد، كل واحدة منهم تكمل المسيرة ويجي عليها وقت برضو تنقسم وهكذا. ده كان الشكل بتاع التكاثر اللاجنسي. طيب كان ايه الدافع ان عملية التطور تروح بينا بعد كده في اتجاه ان يظهر حاجة جديدة اسمها التكاثر الجنسي؟ وهل هو ظهر فجأة ولا كان في خطوات انتقالية؟ طيب الاول نشوف ايه المشاكل اللي كانت في التكاثر اللاجنسي. احنا عرفنا المزايا، انه سهل، بسيط، ما بياخدش وقت، ما بيحتاجش طاقة، بينتج ملايين الخلايا الجديدة في ظرف وقت قليل جدا. خلايا البكتيريا على سبيل المثال، انت لو بدأت مثلا بعشر خلايا بكتيرية ممكن في خلال 3 أيام تلاقيهم ملايين، لان هي بتتكاثر كل 20 دقيقة تقريبا، فالموضوع سريع جدا ومنتج جدا، وفي نفس الوقت ما بيستهلكش طاقة ولا وقت. فدي كانت من مزايا التكاثر اللاجنسي، وعشان كده هو كان السائد وما زال هو السائد في اغلب الكائنات الحيه. طيب نيجي نشوف مشاكله بقى. كان ايه مشاكله بالنسبه لتحديات البقاء؟ مشاكله ان هو بيكون في قمه النجاح طول ما البيئه ما بتتغيرش كتير. يعني ايه؟ يعني ظروف البيئه نفسها، الحراره، الرطوبه، الظروف المناخيه، تركيز المعادن، وجود المية، كل الأمور اللي موجودة في البيئة كل ما كانت مستقرة التكاثر اللاجنسي تمام ومفهوش مشاكل. طيب لو اتغيرت الظروف البيئية بيبقى التكاثر اللاجنسي نقطة ضعف خطيرة جدا. ليه؟ لأن ببساطة هو بينتج خلايا جديدة كلها شبه بعض، كلها طبق الأصل زي الأم بالظبط، زي الخلية الأم بالظبط، فمفيش فرق. ايه مشكلة حاجة زي كده؟ مشكلة حاجة زي كده ان هما لو واجهوا تحدي معين في البيئة، سواء درجة حرارة اختلفت ما بقتش مناسبة ليهم، رطوبة غير طبيعية بالنسبة لهم، ميكروب ابتدى يصيبهم، اي نوع من انواع التحديات اللي بتيجي نتيجة تغيرات في البيئة، كلهم هيموتوا، لان كلهم هيبقى ليهم نفس ردة الفعل، نفس المناعة، نفس التفاعل، فما فيش اختلاف، كلهم نفس الجينات، فبالتالي ردود فعلهم واحدة مش هتختلف. مش هتلاقي بقى تمايز هنا، مش هتلاقي مجموعة عندها جينات مختلفة شوية فساعدتها على البقاء في حين ان مجموعة تانية فشلت فماتت، لا ده انت هتلاقي الكل مات. هنا دي مشكلة التكاثر اللاجنسي بقى، انه امام تحديات البقاء وقت تغيير البيئة بيكون فاشل جدا. طيب على مدار 2 مليار سنة اللي هي اول 2 مليار سنة من عمر الحياة على الارض ما كانش لسه في تكاثر جنسي. طيب
ما كانش في حاجه غير التكاثر اللاجنسي، يعني ما كانتش قدام خلايا البكتيريا والفطريات والبدائيات والنباتات الاوليه والطحالب، ما كانش في بديل غير التكاثر اللاجنسي. لا، كان في بديل. كانت ايه البدائل بقى وقتها؟ ما كانش في تكاثر جنسي، لسه ما ظهرش. طيب كانت ايه البدائل؟ احنا قلنا ان التحدي اللي قدامهم ان هم بيبقوا كلهم نتاج تكاثر لاجنسي، فبيبقوا زي بعض، فبالتالي هم الحاجة اللي ممكن تساعدهم شوية بقى في البيئة اللي بتتغير دي، وهي طبيعتها انها بتتغير، ان هم يعملوا ميكس جديد من الجينات كل ما يقدروا، يعني كل ما يبقى فيه فرصة من خلال اي عملية، سواء عملية بدائية او عملية متطورة شوية، ان هم يعملوا ميكس جديد من الجينات، يتبادلوا مع بعض بجيناتهم، يبتدوا ياخدوا جينات جديدة، يكتسبوا جينات جديدة، تنقص منهم جينات موجودة، كل ما يبقى قدامهم فرصة زي دي يجربوها وتحصل. على سبيل المثال، في مثلا عملية اسمها ترانسفورميشن بتعملها البكتيريا، بتاخد منها جينات جديدة وتتبادل مع بعضها، حتى مع سلالات مختلفة من سلالات البكتيريا تتبادل مع بعض جزء من الجينات، فتبقى بتكتسب جينات جديدة ما كانتش عندها قبل كده. طيب عملية تانية مثلا اسمها الكونجوجيشن، ان تلاقي خليتين جم قربوا من بعض، يروحوا عاملين بينهم وبين بعض اتصال، من خلال الاتصال ده عبارة عن قناة كده صغيرة، من خلال القناة دي كل خلية منهم تعمل نوع من المقايضة، يعني الخلية الأولى هتدي للخلية التانية جزء من جيناتها، والخلية التانية تدي للخلية الأولى جزء من جيناتها، وبعد كده ينفصلوا، فتبقى كل واحدة منهم أكنها عملت ميكس جديد، كوكتيل جديد من الجينات تواجه بيه تحديات البقاء بعد كده. ولما ترجع تاني تكمل تكاثر اللاجنسي هتمرر الجينات والكوكتيل الجديد ده للأجيال الجديدة بعد كده، فبالتالي يمكن يبقى ليهم فرصة في تحدي البقاء أفضل، يستمروا وقت أطول. طيب دي برضو نموذج للعمليات اللي كانت بتحصل، لحد ما ابتدى يظهر بقى حاجة اللي هي ان يبقى فيه جينات قادرة على انتاج الامشاج او اللي هي الجاميتس، اللي هي فيما بعد احنا بنسميها الخلايا الجنسية. طيب اول ما ظهرت، هل ظهرت في صورة التمايز الواضح اللي احنا بنسميه دلوقتي ذكر وانثى؟ لا، كانت بتظهر الاول في حاجة اسمها الهيرمافروديت، او ان يبقى الكائن نفسه بيحمل القدرة على انتاج خلايا جنسية ذكرية وخلايا جنسية انثوية، يعني يبقى فيه اكنه بالظبط فيه العضوين التكاثريين لكلا الجنسين مع بعض في آن واحد، وده كان ظهر في الديدان مثلا، انك تلاقي الدودة نفسها فيها العضو الانثوي والعضو الذكري في نفس الوقت. ظهر كمان في انواع من النباتات الزهرية، تلاقي فيها الجزء الذكري والجزء الانثوي في نفس الوقت، فبيبتدى يطلع عندنا فكره حاجه اسمها السيلف بولينيشن، او ان الزهره تعمل تكاثر ذاتي، يعني الجزء الذكري فيها يخص بالجزء الانثوي اللي فيها. طيب هي دي كده ادت ميزه شويه عن التكاثر اللاجنسي، ميزه نسبيه، ما هياش ميزه كبيره قوي، لان ستيل احنا لسه في نفس الزهره في نفس الجينات، التغيير ما بيبقاش برضو على درجة كبيرة، لكن إلى حد ما أفضل من الصورة الأولى من التكاثر اللاجنسي اللي كان ما بينتجش أي جديد خالص، هو بينتج نفس النمط بتاع الجينات اللي موجود في الخلية الأم، ينقلها للجيل اللي بعده واللي بعده واللي بعده. طيب كل دي محاولات بتحصل من الكائنات الحية في تحديات البقاء اللي هي فيه، يعني البيئة بتتغير يبقى احنا لازم نغير الجينات بتاعتنا، وإلا هنبقى عرضة للفناء بسهولة جدا، لأن احنا زي بعض، فلو واجهنا مشكلة كلنا هنتأثر بنفس الشكل. فكل بقى مجموعة، كل سلالة من السلالات تحاول تعمل أي عملية بقى زي العمليات اللي أنا قلتها دي، بحيث إنها تنوع شوية من الجينات بتاعتها. كانت بتنجح، كانت بتنجح أحيان، وكانت بتفشل أحيان، واستمرت رحلة الحياة مع تحديات البقاء لكل الكائنات البسيطة دي لحد النهاردة. يعني لحد النهاردة البكتيريا بتتكاثر لا جنسيا، وبرضو عندها التكنيكس اللي أنا قلت عليها دي، ولسه بتستخدمها. من ضمن التكنيكس دي مثلا
احنا نسمع عن المقاومة بتاعة البكتيريا للمضادات الحيوية. عشان تبقوا عارفين مثلا من ضمن التكنيكس اللي بتعملها البكتيريا عشان يبقى عندها المقاومة دي للمضادات الحيوية، انك تلاقي سلالة تعمل نوع من الامتصاص، او انها تقدر تاخد جينات بتاعت سلالة تانية اتأثرت بمضاد حيوي ما، فتاخد هي الخلايا الميتة دي وتاخد الجينات بتاعتها، والجينات بتاعتها دي تندمج في الجينات بتاعت الخلية البكتيرية دي، وتبتدي تبقى جزء منها وتديها المناعة اللازمة انها تقدر تقاوم تأثير المضاد الحيوي ده لو استخدم ضدها. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا دايما، عشان كده الدكاترة بيحذروا من فكرة الاستخدام الغير منضبط للمضادات الحيوية، لأن ممكن الخلايا البكتيرية تكتسب ميزة من خلية بكتيرية تانية، حتى لو الخلايا البكتيرية التانية دي انتهت وماتت، بتقدر هي تاخد جيناتها وتستفيد بيها وتستفيد من تاريخ صراعها مع المضاد الحيوي، وهي تكتسبه لنفسها وتبقى هي اللي تبقى عندها المقاومة دي للمضاد الحيوي بعد كده. طيب، استمرت الرحلة دي كده 2 مليار سنة مفيش تكاثر جنسي، خلاص، وكل ده الخلايا البسيطة البكتيرية والفطريات والبدائيات عمالة تحاول بتكنيكات مختلفة ازاي تتنوع بقدر الامكان، ازاي تنتج قدر بسيط حتى من التنوع بين افرادها عشان تقاوم تغييرات البيئة، لحد بقى ما جه الكينج الكبير اللي هو ما يعرف بالتكاثر الجنسي، لما ابتدى يكون في تمايز نسبي في الجينات، في بعض الجينات تميز النوع الواحد لجنسين ذكر وانثى. التمايز ده بدأ من خلال انماط بسيطة جدا من الجينات تختلف ما بين مجموعة ومجموعة، يعني المجموعة كلها على بعضها زي بعض لكن يتميزوا عن بعض اختلاف بسيط جدا في عدد من الجينات محمولة على عدد من الكروموسومات القديمة. الأول كانت كروموسومات عادية بيسموها سوماتيك كروموسومز، ما هياش كروموسومات جنسية، كانت كروموسومات عادية. التمايز ده عمل شكلين أو نمطين، خلاص، من خلال النمطين دول ابتدى يبقى فيه إنتاج للخلايا الجنسية بشكل منفصل، يعني بقت المجموعة الأولى بتنتج خلايا جنسية اللي هي بعد كده عرفت بالحيوانات المنوية مثلا، والمجموعة التانية ابتدت تنتج عندها القدرة على انها تنتج الاوفم او البويضات. فابتدى يتخلق هنا بقى فكرة التكاثر الجنسي بعد ما تأسس بنفس الانزيمات اللي كانت موجودة في عند الكائنات البسيطة الاول، وكانت بتعمل بيها تكاثر لا جنسي وبتعمل بيها الميكانيزمز المختلفة اللي انا قلت عليها دي. ابتدت بعض الانزيمات يحصل عليها تغير، فابتدت تقدر تدير عملية بتنتج الخلايا الجنسية في الكائنات الأكثر تطورا، وهي عملية بيسموها الميوزس أو الانقسام الميوزي، أو بيسموه الانقسام الاختزالي، لأنه بدل ما بينتج خلية جنسية عندها نفس عدد الجينات اللي في الخلية الأم، لا ده بيخليها خلية جنسية تحمل نص عدد الجينات اللي في الخلية الأم. فابتدى يبقى عندنا هنا ميزة بقى مهمة جدا، ميزة التكامل. ازاي؟ ان بدل ما عندي خلية طبق الاصل للخلية الاولى، لا انا عندي خلية فيها نص خلايا الخلية الاولى، فبالتالي لما تيجي الخلية اللي فيها نص الجينات دي تروح تتفاعل مع خلية تانية زيها بس مختلفة عنها شوية برضو فيها نص الجينات، الاتنين يندمجوا مع بعض يعملوا لي خلية جديدة فيها عدد كامل من عدد الجينات اللي كان موجود في الخلية الأم، بس المرة دي مش هيبقى طبق الأصل، المرة دي هيبقى كوكتيل جاي من مصدرين مختلفين. المصدرين المختلفين دول اللي هم الذكر والأنثى، يطلع جيل جديد عنده صفات مختلفة عن الجيل اللي قبله. الصفات المختلفة دي جاية منين؟ جاية بقى من أكتر من مرحلة حصلت دلوقتي تجدد الجينات. المرحلة الأولى إن في خلية أم بتعمل انقسام اختزالي فينقص منها نص الجينات، فتبقى الخلايا الجنسية بتاعتها شايلة نص جيناتها مش كل جيناتها، فبتاخد نص الجينات بس، ففي نص كده اتفلتر. طيب بعد كده لما تيجي تندمج مع الخلية الجنسية التانية، ان لو مثلا ده حيوان منوي هيجي يندمج مع بويضة، الاندماج ده هيعمل كوكتيل جديد
لان خلال نفس العمليه اللي هي بتاعت عمليه الاخصاب نفسها بيحصل نوع من الميكس كده جميل، بيحصل حاجه كده اسمها الكروسنج اوفر في العمليه الاولى، فبينتج جينات جديده، بينتج شكل وصفات وانماط جينيه جديده. فتلاقي الطفل الجديد مثلا بيحمل بعض صفات الاب وبعض صفات الام وعدد من الصفات الجديده. هنا بقى ميزه التكاثر الجنسي تظهر، اللي هي ايه؟ اللي احنا بنسميها الجيناتيك فاريشن او الجيناتيك دايفرستي، انها بتنتج نوع من التنوع الجيني. فبدل ما كل الافراد تبقى زي بعض طبق الاصل زي التكاثر اللاجنسي، لا، تبقى الافراد مختلفه. فيجي وباء زي وباء كورونا يصيب ويموت عدد من البشر، لكن اعداد ضخمه جدا من البشر تقاوم. يجي الطاعون يشيل عدد ضخم جدا من البشر، لكن اعداد ضخمه جدا تقاوم وتفلت منه. يجي يحصل انحباس حراري، فعدد كبير جدا من الناس تموت في موجات الحر القويه، وعدد كبير جدا من البشر تقاوم ده وتتحمله وتعيش. البيئه نفسها تتغير، احنا كمان بنتغير، لان عندنا كل شويه جينات عماله تتبدل من جيل لجيل، جينات بتتبدل. جيل كان مناعته ضعيفه جدا قدام وباء من الاوبئه، يجي جيل تالي بعد 10 اجيال مثلا تلاقي الاجيال الجديده تحمل نوع من المناعه ضد المرض اللي كان موجود وكان بيقضي بسهوله جدا على اجيال قبلهم. فده نتاج ايه؟ ده نتاج التكاثر الجنسي. مشكله التكاثر الجنسي انه بيحتاج وقت وبيحتاج طاقه. الطاقه دي احنا بندفع ثمنها بعد كده من متوسط العمر، من قدرات المناعه، من تعرضنا للشيخوخه، من تعرضنا للسرطان، حاجات كتير جدا احنا دفعنا الثمن بتاع التكاثر الجنسي. يعني التكاثر الجنسي ما جاش مجانا للكائنات الحيه الاكثر تعقيدا، بالعكس هو جه ومعاه كلفه شديده جدا. الكلفه دي شملت امراض، شملت مشاكل كبيره جدا، شملت طاقه بيستنزفها في عمر الكائن في فتره الشباب بتاعته، بعد كده بتتركه الامراض كتير جدا نتيجه انها استنزفت من طاقته عشان يقدر يستخدمه في التكاثر الجنسي. لان زي ما احنا عارفين هو هدف عمليه التطور ان تمرير جينات، فالجيل طالما مرر الجينات بتاعته الجيل تالي خلاص القيمه بتاعه الجيل الاول بتقل، فبالتالي خلاص مفيش اي داعي ان الخلايا تقاوم البقاء اكتر من كده، طالما الكائن نفسه مرر جيناته وعدى العمر بتاع انه عنده القدره يكون بيمرر جيناته فيه، فخلاص يتعرض بقى للشيخوخه وامراض الشيخوخه وغيره يعني. بس دي كانت الفكره ان ليه التكاثر الجنسي ظهر. طيب نقطه اخيره بقى قبل ما نشوف مجموعه من الاسئله وننهي اللايف، ان بعض الناس بتقول طيب هو التكاثر الجنسي والخلايا الجنسيه والاعضاء الجنسيه ظهرت في كل كائن بشكل منفصل؟ يعني مثلا ظهرت في الانسان بشكل وفي القرده بشكل وفي الافيال بشكل؟ لا، هي ظهرت في سلف مشترك. السلف المشترك لكل الكائنات المعقده دي كان كائن بدائي وحيد الخليه قادر على او اكتسب القدره على التكاثر الجنسي في صورته الاوليه زي ما اتكلمنا من شويه. وبعد كده هو برر جيناته دي للاجيال اللي بعده، والاجيال اللي بعده دي هي اللي تطورت وانفصلت لمسارات حصل فيها بقى انتواع، يعني ظهر انواع مختلفه وكل نوع كان بيظهر هو سلف للانواع اللي بعده وهكذا، لحد ما وصل نفس الجينات اللي بتنتج الخلايا دي بقت موجوده في كل انواع الكائنات المعقده بعد كده. يعني كل الثدييات ورثت القدره على التكاثر الجنسي من سلفها القديم، وسلفها القديم ورث الصفه نفسها من سلف قديم عنه وهكذا، وصولا لحد ما بنوصل لحوالي 2 مليار سنه لكائن كان كائن بسيط وحيد الخليه اكتسب القدره على التكاثر الجنسي، بالاضافه الى ان عنده قدره على التكاثر اللاجنسي. يعني ما انتقلش فجأة كده انه بقى بيعمل تكاثر جنسي فقط، لا، كان بيعمل لا جنسي والجنسي في نفس الوقت. والى الحد والى الان في كائنات عندها القدرة على انها تعمل الاثنين.
يعني في انواع كتير جدا حتى من الحيوانات عندها القدرة انها تعمل تكاثر جنسي، وفي نفس الوقت لما بتكون البيئة مستقرة بتقدر تعمل تكاثر لا جنسي عادي جدا. اشهر مثال عندكم حاجة اسمها الكومودو، كلكم تعرفوه، كان طلع في برامج كتير قبل كده. الكومودو اللي بيعيش في الجزر بتاعت اندونيسيا عنده القدرة انه يعمل تكاثر لا جنسي اذا اقتضت الحاجة، يعني اذا اقتضت الحاجة، غاب الذكر مثلا فالانثى لوحدها بتقدر تعمل نوع من انواع التكاثر اللاجنسي اسمه البارنسوجينيسيس، وبتقدر تنتج هي لوحدها جيل جديد بدون الحاجة الذكر خالص. لكن في الظروف العادية والذكر موجود والانثى موجودة بيعملوا تكاثر جنسي عادي خالص. بعض الكائنات لسه عندها القدرة دي، غير كده في بعض الكائنات ما عندهاش القدرة دي، يعني الانسان مثلا عنده القدرة على التكاثر الجنسي فقط، لكن في كائنات تانية عندها القدرة على التكاثر اللاجنسي والجنسي في نفس الوقت. بس شكرا كده ليكم، ونشوف لو في عدد من الأسئلة. يعني لو في أي حد يعني بيكتب تعليق سخيف أو كده، أنا ما يعني ما عنديش مشكلة، يعني ما بهتمش. احنا البشر إن دلافين للآن أطفال البشر يسبحوا بالفطرة، أصلنا دلافين، يعني احنا والدلافين لينا سلف لأن احنا الاتنين ثدييات. أعطينا مثال آخر غير الكومودو. أنواع كتير من أنواع اللافقريات، يعني تقدروا تشوفوا في كتير من انواع الديدان، في انواع كتير من الحيوانات البسيطه اللي هي اللافقاريه اللي ملهاش عمود فقري، هتلاقي عن منتشر بينهم انواع كتير من التكاثر اللاجنسي. كيف يتم تخيل ورسم كائن كامل كانواع البشر واشباه البشر المنقرضه من مجرد فك او ضرس او جزء من عظم؟ اليس في ذلك مبالغه؟ لا، هو حضرتك بس اختلط عليك الامر، لان لما بيكون عندي حفرية عبارة عن فك أو ضرس بس ما بقدرش أعمل تخيل ورسم الكائن كامل، بدليل إن الهومو دينيزوفان مثلا أنت ما عندكش رسم تخيلي ليه. دور كده على النت شوف لو في عندك رسم تخيلي للهومو دينيزوفان، مش هتلاقي، لأن كل اللي عندنا من حفرياته مجرد ضروس أو أجزاء من العظم بسيطة. لكن اللي بتلاقي لهم تخيل كامل ده ما بيبقاش مجرد فك أو ضرس، لا، ده بيبقى حفريات كتير زي النياندرتال مثلا، حفريات كتير فيها اجزاء كتير من العظام. ممكن تكتمل الصوره عندك من اكتر من حفريه، يعني حفريه لقيت فيها الجزء بتاع الفخذ، جزء تاني حفريه لقيت الجزء بتاع الكتاف، وهكذا، فبتكتمل عندك الصوره. لكن لو عندك مجرد فك او ضرس بس بيبقى من الصعب تخيل ورسم كائن كامل. وزي ما قلت لك في عندك الهومو دينيزوفان، دور لو لقيت لي صورة تخيلية عرفني، بس مش هتلاقي يعني. بس هم بيخدعوا الناس بحاجة زي كده للأسف يعني. وضح أكتر فكرة إن في ضريبة للتكاثر الجنسي. وضحتها يا أستاذة حسناء. التكاثر الجنسي بيحتاج طاقة وبيحتاج وقت، فنتيجة الطاقة دي، الطاقة الموجهة ناحية التكاثر الجنسي دي، بيدفع ثمنها الكائن بعد كده في إنه بيتعرض أكتر لأمراض كتير، منها أمراض الشيخوخة والسرطانات وغيرها. فدي ضريبة غالية جدا على انه يبقى في قدرة على التكاثر الجنسي. هل يتم التكاثر بين نوعين مختلفين؟ نعم، يحدث التكاثر بين نوعين مختلفين، كل ما كانت المسافة الجينية بينهم أبسط. يعني الحصان والحمار يقدروا يحصل بينهم تكاثر جنسي، لكن النسل يبقى عقيم. لكن الهومو سيبيان والهومو نياندرتال يقدروا يعملوا تكاثر جنسي، ويبقى النسل في جزء منه كمان نسل خصب، لأن المسافة الجينية بينهم ما كانتش كبيرة قوي. لو سمحت افتح موضوع تكوين الخلية الأولى. تكوين الخلية الأولى ده علم تاني يا أستاذنا، ده علم اسمه الأبيوجينيسيس، وده تخصص خاص بحاجة اسمها الكيميكال ايفولوشن. ده مش تخصصي أنا، يعني تخصصي بيبدأ من حيث بدأت الحياة. أقدم هيكل عظمي بيشبه أي هيكل عظمي للحيوان شبيه بالبشر مثل القردة؟ ما فهمتش السؤال. هل تفسير علم النفس التطوري للأخلاق هو أفضل تفسير؟ وهل أصبح قوي علميا؟ لا، لسه محتاج
يدعم بأدلة أكتر، لكن هو تفسير يعني جيد، لكن محتاج لسه وقت، محتاج أدلة أكتر تجريبية. ما رأيك في اعتراضات أصحاب نظرية التصميم الذكي؟ قلت قبل كده مفيش حاجة اسمها نظرية التصميم الذكي، هي مجرد طرح فلسفي مش خاضع للمنهج العلمي التجريبي، ولا وغير معترف بيه أصلاً كمنهج علمي تجريبي، يعني هو مش معترف بيه، فما ينفعش نقول عليه نظرية علمية، هو طرح، مجرد طرح، ليه ناس بقى مقتنعة بيه، لكن في المجتمع العلمي محدش مقتنع بيه. إذا كانت التحديات المختلفة هي التي أدت إلى ظهور التكاثر الجنسي، فلماذا بقيت البكتيريا لحد الآن؟ لأن سلالات البكتيريا على مدار ال4 مليار سنة اكتسبت يعني أدوات تانية وتولز تانية في إنها تقدر على البقاء، منها زي ما قلت الميكانيزمات اللي أنا قلت عليها مثلا، يعني هي قدرت تكتسبها وقدرت تبقى بيها، وده مش معناه إن كل سلالات البكتيريا بتبقى، يعني أغلب سلالات البكتيريا انقرضت. يعني استاذ جليل انا عايز بس اوضح لك ايه، ان مش معنى ان في مجموعه من الكائنات الحيه اكتسبت صفه جديده هي الافضل في تحديات البقاء تكون الكائنات الاقدم اللي عندها نقص في الجزئيه دي انها لازم تنقرض، لا مش لازم، هي بيبقى عندها برضو قدرات مختلفه تتناسب مع البيئه بتاعتها، حتى لو كانت قدرات اقل، لكن ايه المانع انها تبقى؟ يعني هل التطور الجنسي سبب تطور تعقيد الكائنات؟ ليه دور كبير جدا في تعقيد الكائنات، لانه زود الفرصه على التنوع الجيني، فبقى في جينات اكتر جديده بتختلف من جيل لجيل. الهومو سيبيان والشمبانزي هل ممكن يحدث تزاوج بينهم؟ لا. الروس حاولوا في الموضوع ده من 100 سنه وفشلوا. المسافه الجينيه بينهم 7 مليون سنه، والاختلاف ده اللي هو 1.2% يستحيل معاه حدوث تكاثر جنسي وانجاب نسل. ما هو اقدم كائن استخلصنا الدي ان ايه الخاص بيه؟ كان حصان، وكان عمر الحفريه اكتر من 1.5 مليون سنه. هل من الممكن معالجه الامراض النفسيه من خلال التغيير في الجينات مستقبلا؟ ممكن. هل ليه الحفريات دي ما اتحللتش؟ لان في ظروف معينه بيحصل فيها التحفر وما بيتحللش. الظروف دي ان الحفريه تكون اتدفنت بسرعه جدا فبعدت عن الاكسجين وعن العوامل اللي تخليها تتحلل. وخصوصا اللي بيحصل ده بيحصل للاجزاء الصلبه اللي هي العظام، الضروس، بيبقى نادرا لما يحصل للاجزاء الرطبه او الاجزاء اللي هي بيسموها السوفت تيشو، يعني الانسجه العاديه. الانسجه العاديه غالبا بتتحلل، لكن الأجزاء الصلبة لو اتدفن الكائن في ظروف معينة بسرعة ويبقى بعيد وينفصل أو ينعزل عن الظروف البيئية من أكسجين ومية وغيرها، بيحصل حاجة اسمها الإحلال المعدني مع الوقت وبتتحفر، فممكن تفضل الحفرية ملايين السنين ما يحصلهاش حاجة. كيف خرج أول كائن مائي لليابسة؟ أنصحك ترجع للسلسلة، هتلاقيها مثبتة في الصفحة، سلسلة أصل الإنسان، في حلقة منهم كانت بتتكلم عن الجزئية دي، أعتقد الحلقة الرابعة تقريبا كانت بتتكلم في الجزئية دي بالتفصيل. زمن الانفجار الكامبري هل كان هناك تكاثر جنسي؟ وإن كان موجود في ذلك الزمن هل له علاقة بتسارع الانتواع؟ كان في تكاثر جنسي، لأن احنا قلنا التكاثر الجنسي بدأ من 2 مليار سنة، الانفجار الكامبري كان من 570 مليون سنة بس، كان في تكاثر جنسي، وكان ليه علاقة طبعا بتسارع الانتواع، بالإضافة بقى إلى ظروف تانية منها مثلا الثنائية بتاعت المفترس والفريسة، دي برضو عملت تسارع في الانتواع في الزمن الانفجار الكامبري وما بعد الكامبري. وكلمة الانفجار دي علميا زي ما حضرتك أكيد عارف مش دقيقة، يعني هل فعلا كان الحصان صغير الحجم جدا قبل ملايين السنين؟ حصل. هل الوعي يحدد الذكاء عند الكائنات الحية؟ الذكاء جزء من ملكات الوعي، لكن لسه إدراكنا لمعنى الذكاء والفهم أعمق ليه لسه مش واضحة قوي، لكن كل الكائنات ليها درجة من الوعي، أغلب الكائنات المعقدة ليها درجة عالية من الوعي. هل هناك اختلاف بكمية ونوع الطفرات الجينية التي تحدث؟ اللاجنسي بيكون فيه اقل قدر ممكن من الاختلاف، لكن التكاثر الجنسي فيه اختلاف كبير. ان التكاثر الجنسي حدث في سلف مشترك للحيوان والنبات،
التكاثر الجنسي حدث؟ لان ده حصل في سلف اقدم من ظهور النبات والحيوان. الحيوان ظهر في اخر 700 مليون سنة بس، لكن احنا بنتكلم في قبل كده بكتير. هل يمكن تفسير هذه الآية بأنها تدخل إلهي؟ ما اقدرش افتي يا استاذ شكري، ما يعني ما اقدرش افتي في حاجة يعني مش متخصص فيها. هل الكائنات التي لديها القدرة على التكاثر جنسيا ولا جنسيا هي أكثر الكائنات التي لديها القدرة على البقاء والتكيف؟ لا، مش بالضرورة يعني. إيش سبب تضخم الأحصنة بالزمن؟ تغيرات وطفرات حصلت على مدار الزمن، يعني مش كل السلالات طبعا تضخمت، في سلالات تضخمت، في سلالات انقرضت، وفي سلالات توأمت مع البيئة، وفي سلالات استجابت لتغير نسبة الأكسجين في الجو، فبتختلف يعني. هل ظهور صفة جديدة في ذكر مثلا يستوجب ظهور نفس الصفة في الأنثى ويجب أن يتزوج معها تحديدا لتوريث هذه الصفة؟ ما بتبقاش الفكرة كده يا أستاذ يوسف، يعني هو حضرتك بس محتاج تفهمها بشكل أفضل. الفكرة إن الصفة الجديدة اللي ظهرت في ذكر دي، حضرتك بتقصد ان لازم تظهر في الانثى عشان تتنقل للجيل الجديد؟ لا، مش ضروري. مجرد ظهورها في الذكر بقى اصبح في احتماليه انها تتنقل للجيل التالي، مش لازم تكون موجوده في الانثى. هي خلاص طالما موجوده في فرد واحد في الذكر، بقى في فرصه انها تنتقل للجيل اللي بعده. لما تنتقل للجيل اللي بعده ممكن تزيد وتيرتها، بدل ما كانت في فرد بقت في اثنين وثلاثه، والاثنين وثلاثه دول هيتزوجوا، وهكذا لحد ما يبقى الفريكونسي بتاعها او نسبتها في الاجيال الجديده اكتر، فتبتدي يبقى في فرصه اكتر انها تنتشر. امتى؟ لو كانت صفه تساعد اكتر على البقاء وعلى القدره على التكاثر. هل ممكن للقرود او حيوان اخر ان يتطور مستوى ذكائه بعد ملايين السنين؟ مفيش حاجه تمنع، بس مش لازم تكون في نفس المسار بتاع الانسان. كل كائن يا جماعه بيستجيب مع البيئه بشكل مختلف، فمش لازم الكائن يمشي على نفس الاجنده بتاعت كائن قبله، مش لازم. ماذا عن التبرعم؟ البادنج انا شرحته في الاول، هو نمط من انماط التكاثر اللاجنسي. هل التكاثر الجنسي محدد بجنسين فقط، ذكر وانثى في بعض الانواع؟ لا، في انماط كتير، في انواع من الديدان عندها الاف، مش ذكر وانثى بس، عندها الاف الانماط. يا ريت فيديو يا دكتور عن حواء الميتوكوندريا. حاضر، نتكلم عنها في فيديو، انا كتبت عنها قبل كده، لكن ممكن نبقى نعمل عليها فيديو، مفيش مشكلة. اعتقد كده يعني نكتفي بالوقت، عشان بس الفيديو بعد كده بيكون موجود على الصفحة، وبعد كده كمان بيبقى موجود على اليوتيوب، على قناة اليوتيوب، فعشان بس اللي يحب يتابعه ما يبقاش الوقت كتير عليه. فشكرا جدا ليكم، و ناخد اخر سؤال. هل بقى صعب حدوث تطور للانسان نظرا؟ صعب، لكن بيحصل يعني. في هنعمل حلقه ان شاء الله قريب عن نماذج للتطور بيحصل في الزمن الحالي وفي الفتره او في الزمن الماضي البسيط اللي احنا نقدر يعني ندركه. هل فعلا سبب تضخامه بعض الحيوانات والحشرات كان بسبب زياده الاكسجين؟ اكيد انت كاتب الاكسجين. كان زيادة نسبة الأكسجين كان ليها دور. هل هناك اختلاف جذري بين سلوك الأنثى الحالية وبين الأنثى قبل 1000 سنة؟ أكيد، والذكر كذلك يعني. نبقى نتكلم في الموضوع ده، لأن الموضوع ده محتاج توضيح، لأن إحنا بنعيش في زمن بيسموه الانقلاب الذكوري، يعني اللي هو ما بعد الانقلاب الذكوري في اخر حوالي 8000 سنة. قبل كده وضع الانثى كان مختلف تماما، فخلينا نبقى نتكلم عنه في مرة ان شاء الله. عايزين نماذج تطور نقدر نشوفها حاليا في وقتنا، نعمل حلقة عن الموضوع ده قريب ان شاء الله. ما احتمال الطفرات ضارة ومفيدة في نوعية التكاثر؟ الطفرات الضارة اكتر في التكاثر اللاجنسي، لان زي ما قلنا الطفرات اصلا بتبقى الجيل الجديد بيبقى طبق الاصل للجيل اللي قبله، فاختلاف بسيط جدا ممكن يعمل مشكله كبيره. التكاثر الجنسي فيه ميكانيزمات بتعمل نوع من التصحيح او الايديتنج يعني. بس كده. فهل التكاثر الجنسي هو افضل اليه للتكيف ام من الممكن ظهور اليه افضل؟
ما نقدرش نحكم حكم قطعي كده يا جماعه، يعني ما ينفعش نقول التكاثر الجنسي هو افضل آلية للتكيف، لا مش لازم. يعني اللاجنسي في ظروف بيئيه مستقره هو الافضل. فما ينفعش، هي حاجه نسبيه مش حاجه مطلقه، ما فيش في العلم حاجه مطلقه. شكرا جدا ليكم وتصبحوا على خير.